مره. 213 تمريره مقابل 124 تمريره لصالح الريان. تاني على طول، مش ممكن مش ممكن، الهدف الثاني لثالث مره يضيع. وده مين ده بقى؟ ده روبرتو كارلوس كرة القدم القطرية، ولكن بالبشرة السمراء. هو مشعل مبارك اللي كان خاض تجربة اختبار في نادي الانتر ميلان الإيطالي مع محمد ياسر محمدي من قبل عندما كان في مرحلة الشباب.